بناء على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11 اللي تفضل جلالته وطبعا ركز بقوة على موضوع الماء والاستثمار، وفي إطار الموضوع الاستثمار خطب صاحب الجلالة كل المهتمين بهذا الموضوع، يعني حكومة السلطة التشريعية وكل المتتبعين المراكز الجهوية للاستثمار إلى غير ذلك من طبعا الانتباه لأهمية المستثمرين أجانب كانوا أو مغاربة. المثل تيقول رأس المال جبان، ما العمل؟ ما العمل؟ في هذا الإطار صاحب الجلالة قال أودي شجعوا المستثمرين الأجانب ولجؤوا للتحكيم وللوساطة على أساس أن يعني نيسر ونسهل الأمور. دابا المستثمر الأجنبي حيت يبغي يجي للمغرب تيتصل بالمسؤولين ديال الدولة اللي تينتمي لها في السفارة ديالهم تيقول لهم واش يمكن نجي؟ الحمد لله الاستقرار يعني السياسي والأمني البلاد تتنعم به، ولكن تتكون غالبا ملاحظات حول المدة اللي تيقضيها الواحد حينما يلجأ للقضاء التجاري أو للقضاء العادي في منازعات تجارية وأمور بحال هذه. لماذا؟ لأن الأمر يتطلب لجوء الخبراء ولمعاينات إلى غير ذلك. صاحب الجلالة إذن قال يسيروا توجهوا لما تقوم به دابا الدول والمعاهدات الدولية كلها دابا ولات تركز على التحكيم والصلح وإيجاد الحلول، يعني أكاد أقول أقل حدة وأكثر سلاسة بالنسبة للمستثمرين. في هذا الإطار إذن قام الفريق الحركي بدعوة السيد وزير العدل المشكور اللي قبل باش يحضر معنا ويعطينا فكرة على تقدم يعني أشغال الوزارة في هذا الميدان بعد القانون 95-17، و بغينا من خلال السادة الخبراء الدكاترة اللي تيدخلوا في الموضوع، دكتور بن سالم أوديجا مدير الشؤون المدنية، الدكتور سيدي محمد القصري وكيل قضاء المملكة، الدكتور مصطفى بونجا محامي ومحكم معروف يعني على المستوى الوطني بل والدولي، والدكتور عبد السلام الإدريسي اللي هو كذلك أستاذ جامعي ومتضلع في هذا الميدان لتقريب هذا طبعا هذا اللي تقريب الموضوع من كل الزوايا ديالو للبرلمانيين للخبراء للباحثين للمتتبعين وطبعا للمشرع قصد السهر على إصلاح ما يمكنه إصلاحه، قصد كذلك الوقوف عند مجموعة التوصيات اللي توصلنا بها واللي بصراحة غتكون إن شاء الله رافعة. اليوم الميثاق الاستثمار الجديد بعد مناقشة مستفيضة تمت المصادقة عليه على مستوى مجلس النواب، مقتضيات التحكيم والوساطة موجودة والصلح موجودة داخل هذا القانون الإطار، وإن شاء الله كنا طابعين باش تنزيل ديال القانون الإطار يتم خلال هذه السنة بحيث تعهدت الحكومة وهذه المرة داخل القانون نفسه أن كاين مراسم اللي غادي يتم تنزيلها في 3 شهور الأولى، كاين 6 شهور 9 شهور 12 شهر، يعني أن هذا المسلسل كله ديال التنزيل
القانون الإطار الاستثمار إن شاء الله غادي يتم في بحر هاد السنة بموازاة دابا اللي كاين كذلك قانون تيهم المناطق الصناعية، وهانتوما شتو راه كاين تتبع وغادي يتم غدا إن شاء الله المصادقة عليه، وقد صادقت اللجنة بإجماعها على هذا القانون، الجميع أغلبية معارضة حكومة خارج طبعا كاين قضايا اللي تطلب مواقف سياسية إلى غير ذلك. احنا في هذه المواضيع بالذات يدنا في يد الجميع من أجل التقدم إن شاء الله بما يمكن أن يفيد الوطن والمواطن وخلق فرص الشغل على أقرب وجه ممكن. وقبلنا جميعا أنه نسعى